بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال بيقول دلوقتي إنسان مريض لا يرجى برؤه، مريض مرض دائم، والإنسان ده لا يستطيع الصيام، فبيعمل إيه في رمضان؟ إزاي يصوم أو يكفر ولا يعمل إيه؟ اللي هو الفدية اللي احنا بنتكلم عليها، نقول فدية الإفطار للمريض الذي لا يرجى برؤه. أولا المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني الأطباء قالوا المرض ده هيبدأ مستمر معاك على طول، ربنا يعافينا يا رب ويعافي الناس. العاجز عن الصيام ده والمريض ده عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينة، قال الله رب العالمين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اللي هو يطلع مسكين. طيب المسكين ده ينفع أجيب 30 وجبة وأطلعها المسكين واحد؟ أيوة ينفع تطلعك ده، وينفع اللي انت تشوف الأسرة دي فيها 3 4 فتطلع لهم 4 وجبات، يبقى انت كفيت 4 أفراد. وممكن تطلع عن كل يوم كده مسكين منفرد عن المسكين الآخر، برضو مفيش أدنى مشكلة على الإطلاق. طيب إيه الدليل اللي أنا ينفع أطلع؟ وده مذهب الجمهور، أدي المسكين واحد 30 وجبة مرة واحدة. أولا حديث سيدنا أنس رضي الله عنه، إن سيدنا أنس لما كبر ضعف عن الصوم، الحديث عند الدارقطني، ضعف عن الصوم سيدنا أنس لما كبر، فصنع جفنة من فريد طعام ودعا 30 مسكينا فأشبعه. 30 واحد راح جايبهم على الأكل ده وأشبعهم سيدنا أنس. فممكن اللي أنا أعمل طعام وليمة كده وأجمع 30 مسكين وأبدأ أأكلهم، فده يمشي إن شاء الله. والإمام ابن قدامة رحمه الله المقدسي في كتابه المغني روى إن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن امرأة أفطرت رمضان، فالإمام أحمد سأل فطرت كم يوم؟ فقال السائل 30 يوم، يعني فطرت رمضان كله. فقال الإمام أحمد رحمه الله اجمع 30 مسكينا وأطعمهم مرة واحدة وأشبعهم، يبقى 30 مرة واحدة وتشبعهم كمان. فقال السائل طيب أأكلهم إيه؟ ما أطعمهم يا إمام؟ قال الإمام أحمد خبزا ولحما إن استطعت من أوسط طعامكم. يبقى أنا دلوقتي المريض الذي لا يرجى برؤه، ربنا يعافي الجميع يا رب، يطلع عن كل يوم مسكين. المسكين ده الوجبة تقريبا في حدود إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. إحنا بنقدرها تقريبا نشوف حوالي كيلو رز بيساوي قد إيه، أو كيلو نص رز، أو تعمل أنت وجبات وتطلعها، أو تعمل طعام وتدعو إليه 30 مسكينا فقيرا وتطعمهم، كل ده جائز إن شاء الله. ربنا يعافي الجميع، كل سنة وأنتم طيبين.